السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في مساحة ديوانية آيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مساحة موفقة ونكون جميعا يد واحدة في نشر الخير والمعرفة يا رب العالمين. قولوا آمين. إن شاء الله خلال 5 دقائق تبدأ المساحة، لكن ودي يا شباب ويا أخواتي نتعاون كلنا في نشرها من خلال التغريد برابط المساحة. تلقوا سهم بجانب كلمة مغادرة ونسخ لصق التغريدة مع استخدام ديوانية آيات. قدموا دعوة للأشخاص اللي يتابعوكم عبر حساباتكم بأنهم يكونوا متواجدين معنا بإذن الله تعالى. فهمتكم، الله يسعدكم، ويا ليت اللي بيغرد يستخدم هاشتاج ديوانية آيات، أكون له شاكر ومقدر. عنوان ديوانيتنا اليوم ومساحتنا: نظرات في القرآن المكي والمدني. ضيفنا العزيز الدكتور علي الزهراني. طبعا الدكتور علي من الشخصيات التي نعتز ونفخر بها، هو عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو مجلس إدارة جمعية ميراث العلمية بمدينة جدة، ومهتم بالتفسير وعلوم القرآن وله فيها أبحاث محكمة. إن شاء الله خلال دقائق بسيطة يكون موجود معنا، لكن ودي يا جماعة الخير همتنا نشر رابط المساحة. أكون لكم شاكر ومقدر جدا، الله يسعدكم. ولا تنسوا تستخدموا الهاشتاج هاشتاج ديوانية آيات مثل ما هو موضح في بجانب العنوان. شكرا جزيلا أستاذة سلطانة على التغريدة، استخدمت الهاشتاج مع رابط المساحة. يعني ودنا إلى الآن فقط اللي جاني اللي غرده الأستاذة سلطان، ودي التعاون من الجميع. يعني مساحة مدتها 6 دقيقة كحد أقصى، يعني نتعاون على نشرها ونشر الخير. طريقة التغريد: نضغط على السهم اللي بجانب كلمة مغادرة، بعدها نسوي نسخ الرابط. بعد نسخ الرابط نفتح مجال لتغريدة، لصق للرابط، استخدام هاشتاج ديوانية آيات مع كتابة عبارة يعني حياكم الله في مساحتنا. يعني دقيقة إن شاء الله ودقيقتين كحد أقصى يكون الدكتور موجود معنا. أستاذة شاهد شكرا جزيلا. حبيب الشاب شكرا، حساب حبيب الشاب شكرا على التغريدة. أو هذه تغريدات قديمة على ما أعتقد. أخوي علي الشاكر شكرا لك، شكرا جزيلا. ميرا مار شكرا، الله يهمتكم يا جماعة، الله يحفظكم. يا ليت الموجودين يأكدوا لي إذا صوتي واضح لهم وما في تقطيع، لو تعطوني إشارة، يعني إشارة القلب أو أي إيموجي تستخدموه، إشارة السلام، تأكدوا لي إن صوتي واضح لكم. أهلا وسهلا دكتور علي، حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا مهندس حسام. الله يحييك ويبقيك يا دكتور، نورتنا وشكرا على قبول الدعوة نيابة عن زملائي في آيات الوقت وكافة المستمعين والمستمعات الكرام. نشكرك على تواجدك معنا اليوم. وإن شاء الله خلال دقيقة نبدأ مساحتنا، الله يحفظك. تفضل دكتور إذا حاب. والله فيها تقطيع شوي عندي، ما أدري المشكلة من عندي أو من عندك ولا.
دكتور علي تسمعني الله يحفظك؟ إيه الصوت واضح الآن. الآن واضح؟ طيب، أول إيه شيء الصوت شكرا واضح. على قبول الدعوة الله يحفظك، نيابة عن زملائي في آيات ممتنين لقبول الدعوة، وأيضا عن المستمعين والمستمعات الكرام، نورتنا والله. الله يبارك فيه، جزاكم خير ولكم الفضل. يعني ما فيه، يعني نحن نسعد كثيرا بالمشاركة في مثل هذه البرامج واللقاءات التي نجتمع فيها على مائدة القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم جميعا. طيب نبدأ السهم مباشرة. الثاني. طيب صوتي واضح يا دكتور لك؟ اي واضح، نبدأ الآن او ننتظر قليل؟ لا عطني دقيقة بس يا دكتور، دقيقة طيب واحدة بعد سم إذنك. إي نعم، سم تفضل بس تفضل. لو تسوي ميوت من عندك. أنا أعتقد عندي إشكالية في الشبكة، فاعذروني يا جماعة، أو في التقطيع، يعني في ناس تشتكي على الخاص من تقطيع الصوت من قبلي، فالعذر منكم. تنويه للمرة الأخيرة الله يسعدكم، بس نغرد في رابط المساحة من خلال السهم الموجود بجانب كلمة مغادرة، أكون لكم شاكر ومقدر، يعني نسخ لصق للرابط مع استخدام هاشتاج ديوانية آيات، وجدا نكون شاكرين أنكم تساهموا في نشر رابط المساحة. بالمناسبة الدكتور علي جزاه الله كل خير ما عنده كان حساب في تويتر، فيهمنا أيضا متابعتكم لحسابه، لأنه أنا واثق أن الدكتور علي بيقدم شيء جميل من خلال حسابه إذا استمر في تويتر. حيا الله الشيخ ناصق طامي، جميع الموجودين الله يسعدكم، همتكم نصف دقيقة إن شاء الله ونبدأ المساحة، لكن ودنا بتغريدات أكبر، ودنا عدد أكبر يكونوا موجودين معنا. عنوان مساحتنا اليوم: نظرات في القرآن المكي والمدني. طبعا الدكتور علي بن أحمد الزهراني من الشخصيات اللي نعتز ونفخر بها، هو عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وعضو مجلس إدارة جمعية ميراث العلمية بمدينة جدة، مهتم بالتفسير وعلوم القرآن، وله فيها أبحاث محكمة كثيرا، فممتنين لوجوده معنا. دكتور علي، أنا عادة يعني ما أحب أقاطع المتحدث، ولكن حبدأ بسؤال، لكن قبل أطرح السؤال، طبعا الدكتور علي بيسترسل حول هذا العنوان ما بين ال 25 دقيقة إلى 40 دقيقة كحد أقصى، وال 20 دقيقة الأخيرة من المساحة نستقبل فيها تساؤلاتكم حول ما تم طرحه من قبل الدكتور فقط. مدة المساحة كحد أقصى 60 دقيقة، ما بين النصف ساعة إلى 40 دقيقة مع الدكتور علي. دكتور علي، خليني أبدأ سؤالي: لماذا تم اختيار هذا العنوان؟ ولك المايك أن ينتهي ما تود طرحه حول هذا الموضوع. تفضل دكتور علي. شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا، إن ربنا سميع قريب. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات جميعا في هذه المساحة والتي نتحدث فيها عن موضوع قد يغيب عن كثير من قارئي القرآن وطالب فهم آياته، ألا وهو القرآن المكي والمدني. والإجابة عن سؤال الأخ المبارك المهندس حسام إن شاء الله سيكون في ثنايا اللقاء. أولا أيها الإخوة، ما يتعلق بالقرآن المكي والمدني، هذا نوع من أنواع علوم القرآن يدرسه الدارسون لعلوم القرآن، وهو يؤكد لنا أيها الكرام عناية المسلمين الفائقة والكبيرة بكتاب ربهم جل وعلا. هذا الكتاب الذي لا يوجد كتاب عني الناس به أكثر من كتاب الله جل وعلا، فصنفت حوله المصنفات وكتبت حوله الكتابات، واجتهد العلماء على أن يبحث في معانيه ويستخرج كنوزه وأسراره، ومن ذلك ما كتبه العلماء في هذا النوع الدقيق من أنواع علوم القرآن، ألا وهو نوع القرآن المكي والمدني. وقريب من هذا النوع ستجد في مصنفات العلماء في علوم القرآن ما يسمونه الصيفي والشتائي،
الليلي والنهاري، الفراشي والنومي والسفري والحضري. كل هذه الأنواع أيها الإخوة تتكلم عن تنزلات القرآن، كيف كان ينزل القرآن ومتى كان ينزل. لكن العبرة في الموضوع أن حديث العلماء عن هذا النوع الدقيق من أنواع علوم القرآن يدل على عناية المسلمين بكتاب ربهم جل وعلا. ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني؟ القرآن المكي والمدني أيها الإخوة هو الآيات التي كانت تتنزل قبل الهجرة، فتسمى الآيات المكية أو القرآن المكي، وما كان ينزل بعد الهجرة النبوية فيسمى القرآن المدني. إذن القرآن المكي ما كان ينزل قبل الهجرة سواء نزل بمكة أو بغيرها، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان نزوله في المدينة أو في غيرها. طيب، السؤال الذي أعتقد أن كثيرا منكم يعني يدور في خلده الآن: لماذا اهتم الناس بمعرفة المكي والمدني؟ لماذا صنفت فيه مصنفات مستقلة؟ لماذا جعل هذا النوع من أنواع علوم القرآن، بل هو من أهم أنواع علوم القرآن؟ أولا أيها الإخوة، إجابة عن هذا التساؤل أن أئمة التفسير وكل من عني بالقرآن ستجدون أنهم اهتموا بهذا النوع اهتماما واضحا، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة التفسير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أثرت عنه المقولة المعروفة المشهورة: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأعلم فيما نزلت. إذن أين نزلت؟ هذا شيء متعلق بالمكي والمدني، وفيما نزلت شيء متعلق بأسباب النزول، وهذا قد يكون له لقاء آخر إن شاء الله. ثم يقول: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على شرف هذا النوع من أنواع علوم القرآن. أئمة التفسير يعني أو أكثر أئمة التفسير ستجد أنهم اعتنوا بهذا النوع، فيجدون تجدهم مثلا لما يفسروا سورة يقولون: سورة البقرة سورة مدنية، سورة آل عمران سورة مدنية، سورة كذا مدنية إلا سبع آيات منها، إلا عشر آيات، إلا آيتان، وهكذا. فكذلك يعني عناية الأئمة أئمة التفسير بهذا النوع يدل على شرف هذا النوع من أنواع علوم القرآن. مما يجعلنا أيها الإخوة نهتم بمعرفة المكي والمدني من القرآن أن ذلك يعين على فهم معاني كلام الله جل وعلا، ويدلنا على الصواب حين الاختلاف في بعض معاني القرآن. ويضربون لذلك مثالا، أنا طبعا لا أريد أن أستطرد في هذه المقدمة لأنها مقدمة معرفية، لكنها مهمة حقيقة حتى يعني توصلنا إن شاء الله إلى المقصود الأسمى من هذا اللقاء. أقول: علماء التفسير وقع بينهم الاختلاف في قوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما المقصود بالصلاة هنا؟ لما تأتي ترجح بين الأقوال التي وردت في هذا ستجد أن أئمة التفسير يعتمدون على موضوع المكي والمدني. سورة الأعلى مكية، فلا يجوز أن تفسر الآية تفسيرا بعيدا عن هذه القضية. أيضا من الأشياء التي يعني تجعلنا نهتم بموضوع المكي والمدني أن معرفة المكي والمدني من سور القرآن تفتح للقارئ قارئ القرآن وأيضا للمستمع عددا من الكنوز والأسرار في آيات كتاب الله جل وعلا، وخصوصا لو صحب ذلك معرفة الواقع، واقع الناس الذي نزلت عليه تلك الآيات. يعني لما تقرأ سورة يوسف مثلا وتعرف أنها مكية وأنها نزلت في بعض أقوال أهل العلم في عام الحزن لما ماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب، فاغتم غما شديدا وحزن حزنا عظيما فنزلت هذه السورة. أنا أزعم أنك ستقرأ هذه السورة بنفس
وبروح وبطريقة مختلفة تماما عما لو كنت جاهلا بمكية هذه السورة وبواقع هذه السورة التي نزلت فيه. طيب، أختم هذه المقدمة المعرفية بمسألة: كيف نعرف المكي والمدني؟ كيف أعرف أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية، أو هذا السياق مكي أو هذا السياق مدني؟ يعني هناك طريقان. الطريق الأول الطريق النقلي، وهو أنه يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أئمة أتباع التابعين، هذه القرون الثلاثة المفضلة اللي هم السلف باختصار، يأتي عنهم أثر أو حديث يدلنا على أن هذه السورة مكية أو أنها مدنية. هذا الطريق الأول لمعرفة مكية السورة من مدنيتها. الطريق الثاني هو طريق الاجتهاد والقياس، طريق الاجتهاد والقياس، لأنه ليس كل سورة، تحدث العلماء عنها أئمة السلف، ليست كل سورة جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة هل هي مكية أو مدنية. فهنا استخدم العلماء القياس والاجتهاد من حيث النظر إلى موضوعات السور، فوجدوا أن السور المكية ركزت على موضوعات معينة، لها سياقات معينة، لها أسلوب معين، وأن السور المدنية لها سياقات مختلفة عن المكي، ولها موضوعات مختلفة، ولها أسلوب في الكلام وفي البيان قد يختلف عن السور المكية. طيب، أدلف هنا أيها الإخوة إلى محور هذا اللقاء، وإلى النقطة التي يعني من أجلها عقد هذا المجلس، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. لماذا نتحدث عن القرآن المكي والمدني؟ وما الفائدة من يعني الخوض في هذا الموضوع؟ أولا أيها الإخوة، إذا أردت أن يعني تتأثر بكتاب الله جل وعلا وأن تتعمق في تأمل معانيه، فينبغي عليك أن تقرأ في تاريخ العهد المكي وفي تاريخ العهد المدني اللي هي كتب السير والأخبار. هذه مهم جدا يا شيخ، مهم جدا أن يعتني طالب القرآن وقارئ القرآن ومن يريد أن يفهم معاني القرآن، مهم جدا أن يعتني بما كتبه العلماء في السيرة النبوية في العهدين المكي والمدني، فإن ذلك من المفاتيح المهمة جدا في التأمل في معاني كتاب الله جل وعلا. من يقرأ في تاريخ العهد المكي أيها الإخوة، وما الذي نزل بمن آمن بالله جل وعلا وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى وصنوف العذاب، فإنه سيجد شيئا عجبا، شيء أشبه بالخيال. القتل والتعذيب الجسدي والنفسي، التضييق، المطاردة، كل ما يتخيل من أنواع البلاءات والاختبارات والامتحانات والمصائب والشدائد والمشاق كان في مكة في أول نزول القرآن وفي أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم أيها الكرام عن الأذى الذي تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم لما وضع سل الجزور على ظهره الشريف الطاهر، لما حوصر في الشعب هو ومن آمن به 3 سنين، يذهب إلى الطائف عله يجد عند أهلها نصرة وإعانة، لا لذاته وإنما للدعوة التي يدعو إليها، فيستقبل بالحجارة، يوضع الشوك في طريقه ويرمى بالجنون وبالشعر وبالكهانة وبالكذب، إلى غير ذلك الكثير الكثير من صور الأذى والعذاب النفسي والجسدي. الصحابة الكرام الأطهار الأبرار الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم هم كذلك تعرضوا لابتلاءات وامتحانات شديدة عسيرة، وكانوا كما وصفهم الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بلال رضي الله عن بلال، توضع الصخرة العظيمة على صدره ويغرى الصبيان لمطاردته ورميه بالحجارة. آل ياسر مثلا، عمار وأبواه ياسر وسمية رضي الله عنهم جميعا، يعذبون تعذيبا شديدا ما يطاق،
ويستشهد ياسر وزوجه سمية من شدة التعذيب، وأيضا من الصحابة الذين تعرضوا لألوان الأذى وصنوف العذاب خباب، وما أدراكم ما خباب؟ كانوا أيها الإخوة يأخذون بشعر رأسه فيسحبونه به ويلوون عنقه بعنف ويضجعونه على صخور ملتهبة مرات ومرات، ويوقدون النار حتى أنه كان يقول: فما يطفئ النار إلا ودك اللحم في ظهري، يعني الشحم. الآن الشحم، شحم الذبيحة لما تذبح وتسلخ تجد أن فيها دسومة، تتخيل أن هذه الدسومة هي التي تبرد تلك النار. لا إله إلا الله. وعثمان وابن مسعود وأبو ذر وصهيب الرومي وغيرهم وغيرهم ممن وضحتهم شمس مكة وأنهك العذاب أجسادهم في سبيل الله جل وعلا. ومع ذلك ومع كل ذلك لم يرتدوا ولم يتراجعوا ولم يتزلزلوا ولم يضعفوا في إيمانهم بالله، بل ازدادوا في إيمانهم رسوخا وفي عقيدتهم ثباتا وفي يقينهم بموعود الله صدقا. والسؤال اللي سبحان الله دائما ما أتأمل فيه وأنا أقرأ في مثل هذه السياقات أو أستمع إلى ذلك، يعني كيف لهؤلاء أن يثبتوا على الدين أمام هذا الطوفان الكبير من البلاءات والامتحانات والأذى والمشقة؟ يعني كان يمكن لأحدهم مثلا أن يتراجع، كان يمكن لأحدهم أن يقول في نفسه مثلا: لعلي أؤجل إعلان الإيمان إلى حين أن يمكن الله لنبيه ولدعوته، أو غير ذلك من يعني العذار. لكن العجب أيها الإخوة أن هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم ما زادتهم مكة إلا ثباتا وصمودا، وما بدلوا تبديلا. نعود إلى السؤال فنقول: كيف ثبتوا؟ كيف رسخت أقدامهم ولم تزل بهم ويتعثروا؟ هنا يأتي القرآن، أو يجب أن يأتي القرآن في مقدمة ما يجب أن نفكر فيه حين البحث عن جواب هذه الأسئلة. القرآن أيها الإخوة الذي ما أنزله الله على نبيه وعلى أمته ليشقون، القرآن الذي سماه الله بأجمل الأسماء ونعته بأجل النعوت، فهو كتاب هداية وشفاء ونور وبرهان وموعظة وروح ورحمة وبركة وتبيان وتثبيت وبشرى، كتاب هذه أوصافه، فكيف لآخذه أن يضل أو يزل أو يتراجع أو يتضعضع أو يتزلزل؟ كيف لصاحبه أن يشقى؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول أيضا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. عبر مرة بالفعل المضارع يهدي، ومرة بالمصدر هدى. إن هذا القرآن، وقال سبحانه أيضا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول أيضا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ويقول سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الصحابة أيها الإخوة في مكة كانوا يستمعون لهذه الآيات التي تتنزل من السماء فيزدادوا بهذا القرآن تمسكا واعتصاما. بالمناسبة يعني جل هذه الآيات التي تلوتها قبل قليل هي آيات مكية جلها، ولذلك الصحابي في مكة يعذب، يضطهد، يظلم، يقتل أبواه أو صديقه أو صاحبه أو جاره المسلم، ثم يسمع
أن الله جل وعلا قد أنزل هذا الكتاب لأجل أن يسعده، لأجل أن يهديه، لأجل أن يخرجه من الظلمة إلى النور، فلا شك أن ذلك سيكون سبباً في ثباته. إن المتأمل أيها الكرام في موضوعات الآيات التي كانت تنزل بمكة ليجد أنها ركزت على ركائز مهمة في الثبات والنجاة في الأولى وفي الأخرى، وأنها سمت بتلك الأرواح وأخذت بتلك الأنفس من أوحال الأرض إلى أنجم السماء، ومن ظلمات الوثنية إلى أنوار التوحيد والمعرفة بالله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من تلك الموضوعات التي كثر ورودها في القرآن المكي موضوع التعريف بالله، التعريف بالله. وبالمناسبة موضوع التعريف بالله يكاد يكون هو الموضوع الأساس الذي من أجله أنزل الله هذا الوحي، ولا تكاد تجد سورة في القرآن إلا وفيها حديث عن الله، إما حديث صريح مباشر أو حديث فيه إشارة وتلميح، كما يقول بعض الأئمة أن كل القرآن تعريف بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا استفتح كتابه بالتعريف بذاته العلية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعريف بهذا الرب العظيم الجليل الذي له كل المحامد سبحانه وتعالى. إذن موضوع التعريف بالله، موضوع تعليق القلوب بالله جل وعلا، هذا موضوع أساس، موضوع مركزي، موضوع متكرر نزوله في القرآن المكي بالتحديد، مع أن القرآن المدني أيضا فيه تعريف بالله وسيأتينا بعض الأمثلة في ذلك، لكن أقول أن يعني التركيز في القرآن المكي كان على التعريف بالله رقم واحد. قل لمن ما في السماوات والأرض، شوف الآن هذه الآيات التي سأتلوها عليك هي من سورة الأنعام وهي سورة مكية باتفاق. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، إلى آخر السياق في نفس السورة وهي مكية كما قلت سورة الأنعام. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والسياق كله متصل في هذا الموضوع، التعريف بالله وبعظمته وقدرته وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. سورة الأعراف مثلا وهي سورة مكية باتفاق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى آخر السياق. بداية سورة يونس وهي سورة مكية وفيها خلاف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. في سورة إبراهيم وهي سورة مكية، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تعريف بالله وبنعمه وبمنحه وبآلائه التي ينزلها على خلقه سبحانه وتعالى. في سورة الحجر بعدها مباشرة وهي سورة مكية أيضا، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أريدك تتأمل معي يعني لما الصحابي في مكة
يقرأ مثل هذه الآيات أو يستمع إليها وهو يعلم أنه في واقع عليه الظلم والاضطهاد والتضييق في دينه ويعني أنواع الشهوات والشبهات من حوله، فكيف سيكون قلبه يا شيخ؟ كيف سيكون قلبه مع مثل هذه الابتلاءات والامتحانات التي نزلت به وأحاطت به؟ ولذلك الهموم والغموم والأحزان والآلام والمصائب والابتلاءات تتنزل على المؤمن وعلى المؤمنة تباعاً، وتجده يفزع إلى كتاب ربه ويقرأ مثل هذه الآيات التي يعرف الله عباده بذات العلية وأنه القادر القدير المقتدر الرحمن الرحيم الواسع الكريم المحيي المميت الذي بيده خزائن كل شيء ومقاليد كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه همومك وغمومك وأحزانك. فيزداد المؤمن من بعد قراءة القرآن ثباتا وإيمانا ويقينا وصبرا واحتسابا ومن الله قربا وبه تعلقا. إنه والله يا إخواني ويا أخواتي لو اجتمع أهل الأرض بقضهم وقضيضهم على أن يصدوك عن دين الله وفي قلبك تعظيم لله وامتلاء من محبته وتعظيمه وخشيته بقراءتك لمثل هذه الآيات واستماعك لها، فإنهم سيعودون بخيبة وخسران. إذن هذا يعني من أعظم الأشياء التي كانت سبباً في ثبات الصحابة على دينهم، ولم يرتدوا ولم يتراجعوا بل ثبتوا ثبات الجبال رضي الله عنهم وأرضاهم. الموضوع الثاني الذي يعني ركز عليه القرآن في مكة موضوع الدار الآخرة، موضوع الدار الآخرة، وهذا يعني واضح جدا في يعني كل السور تقريبا التي نزلت قبل الهجرة، فإن مشاهد الآخرة مبثوثة فيها. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، تقول فيها ذكر الجنة والنار. إذن ذكر الجنة والنار، ذكر الوعد والوعيد، ذكر مشاهد يوم القيامة كانت يعني واضحة وكثيرة ومتتابعة في القرآن المكي. ولو تتأمل معي فقط في سور جزئي الملك والنبأ فقط، وأظن أغلب الإخوة والأخوات اللي معنا في المساحة الآن أعتقد أن الكل أو الأغلب يحفظوا سور هذين الجزئين. غالب سور جزئي تبارك وعما هي سور مكية، وأريدك أن تتأمل في الموضوعات التي جاء ذكرها في سور هذين الجزئين، ستجد حضورا كثيفا لمشاهد الآخرة فيها. ابدأ من سورة الحاقة مثلا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية، ثم يقول بعد ذلك وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. سورة المعارج وهي سورة مكية أيضا، يقول الله سبحانه يبصرونهم يود المجرم يومئذ يود المجرم يومئذ نسيت الآية الآن، يقول إيش؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الله يتحدث هنا عن أهوال يوم القيامة وعما يلاقيه المجرم في نار جهنم والعياذ بالله. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إلى آخر السياق. خذ مثلا سورة القيامة وسميت بذلك، قال سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سورة المرسلات، سورة النبأ، سورة النازعات، سورة التكوير الذي من أراد أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ مثل هذه السورة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إلى آخر السورة، الانفطار، الانشقاق وغيرها من سور هذين الجزئين، ستجد أن حضور الآخرة واضح جدا في هذه السور. الله سبحانه وتعالى يقول
عن الآخرة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة في الآخرة لو كانوا يعلمون. فلماذا كثر الحديث عن الآخرة في العهد المكي؟ في مكة لا وعود ولا مرغبات ولا محفزات إلا الوعد بالجنة والترغيب إلى الجنة والتحفيز إلى الجنة، وأن الدار الآخرة التي هي الدار الحقيقية هي الدار الدائمة الباقية السرمدية. استحضار هذا الموضوع يا إخواني يورث الإيمان في القلب، يجعل السلوك مستقيما وفق ما يرضي الله جل وعلا. الموضوع الثالث الذي ركز عليه القرآن في مكة، ويبدو أن اللقاء كله يكون منحصر على القرآن المكي، موضوع التبتل وكثرة الذكر والصلاة والانقطاع للعبادة، وهذا عظيم يا إخواني. ويعني يبدو أن كثير من الناس قد يغفل عن مثل هذا الموضوع الذي ركز عليه القرآن المكي. القرآن المكي لما نزل والله جل وعلا هو المتكلم به ويعلم عن حال الصحابة وما يعانونه في مكة رضي الله عنهم أرضاهم، أوصاهم أول ما أوصاهم به بقيام الليل، يا أيها المزمل. سورة المزمل هي من أوائل ما نزل من القرآن، حتى قيل أنها السورة الثالثة وقيل الرابعة في ترتيب النزول. يعني تأمل في مقدمة السورة فقط وشوف يعني إيش الوصايا الربانية لذلك الجيل، جيل جديد، يعني جيل من ناحية العدد عدد محدود جدا في مكة، ما يتجاوز 20-30 رجل وامرأة، قليل جدا، مضطهدين مستضعفين لا أحد يعرفهم، غالبهم من الصعاليك الذين ليس لهم النسب الشريف ولا الحسب. فإيش الوصايا الربانية لذلك الجيل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقف معي هنا وأريدك تتأمل مرة ثانية هذه الآيات، اقرأ في تفسير، تفسيرين، ثلاثة تفاسير، حاول أن تثور المعاني أخي المبارك، أختي المباركة، ويعني حاول أن تتمثل هذه الوصايا الربانية. هل تعلمون يا إخواني أن قيام الليل كان فرضاً واجباً على الصحابة في مكة في أول نزول هذه الآيات؟ حتى أنه مما ذكر أهل العلم أن قيام الليل كان فرضاً لمدة عام، سنة كاملة، والصحابة واجب عليهم أن يصلوا في الليل، أن يصلوا في الليل مثل صلاة الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر، فرض. ثم بعد سنة جاء التخفيف من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن يعني تتخيل واحد يصلي سنة كاملة في الليل، سنة كاملة يصلي كل ليلة، أفيعجز بعد ذلك عن أن يكون من أهل قيام الليل لأنه تحول من يعني فرض إلى سنة ومندوب؟ ولذلك قيام الليل بالتحديد جاء ذكره كثيرا في السورة المكية، مثلا في سورة الإسراء وهي سورة مكية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في سورة الذاريات وهي سورة مكية ذكر الله أوصاف المتقين أهل الجنة، فقال من أوصافهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في سورة الفرقان ذكر الله أوصاف عباد الرحمن وهي سورة مكية، قال إيش؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في سورة الزمر وهي سورة أيضا مكية قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيعني حضور موضوع الوصية بالتبتل، الانقطاع للعبادة، كثرة الصلاة والذكر وقيام الليل، هذا واضح ومشاهد في القرآن المكي. يبدو الوقت انسحب علينا كثير شيخ حسام، لكن خلينا أختم بنقطة إذا تسمح لي دكتور علي. حاليا يعني ما جاتني أنا صراحة أي رسائل على الخاص أو تساؤلات، وما في طلبات مايك،
فودنا تستأنف جميع النقاط، لأن أنا يعني اللي أدركته أنه في جزء كامل حبيت أنك تأجله أثناء حديثك، فتقدر تأخذ راحتك في النصف ساعة القادمة، لأن ما شاء الله المساحة يعني الإحصائيات تقول أنه ما شاء الله يعني الجميع إن شاء الله أنه مستمتع وجالسين نتعلم ونستفيد، فلك النصف ساعة إذا سمحت طيب طبعا. أبد أبد بين يديكم، لكن أي ودنا حقيقة الإخوة يشاركون معنا. أكيد طيب إذا كان في المبدأ، أي مشاركات إن شاء الله نعطيهم الفرصة، لا شك في ذلك دكتور، لكن مبدئيا ما في يعني إلى الآن. إذا في عندكم تساؤلات حول ما طرحه الدكتور توفر لنا وقت ترسلوه على الخاص وأنا أطرحه على الدكتور، لكن ودنا نسمع أكثر، لأن صراحة الحديث هذا أنا جزء كبير منه أول مرة أتعلم وأسمعه يا دكتور، فأكيد في شباب نفس الشيء عندهم الرغبة باكتساب معلومات أكثر وأكبر، فلك المايك طال عمرك الله يحفظ، بارك الله فيك. ويحفظك يطول لي عمرك، تفضل. آمين. من الأشياء التي يركز عليها القرآن في مكة بناء الأخلاق الفاضلة، بناء الأخلاق الفاضلة. للأسف من المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس، وهو أن الدين عبارة عن رهبنة، تعبد الله جل وعلا من خلال الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، ها، كثرة الذكر، أذكار الصباح والمساء. لكن من جانب الأخلاق ما له علاقة، يعني جانب الأخلاق هو جانب ذوقي. يعني إن حبيت أنك تكون إنسان فاضل كذا وصاحب خلق طيب، يعني جزاك الله خير. ما حبيت أبد، هذا ما له علاقة بالدين، هذا مو صحيح، هذا مفهوم خطأ. ولذلك من أوائل ما نزل من القرآن في مكة كلام عن الأخلاق الفاضلة، وكان الكلام أيضا عن الأخلاق السيئة، ها، وبضدها تتميز الأشياء. يعني لما ينهى الله عن خلق سيء فهو يأمر في المقابل بالخلق المماثل له. يعني مثلا في سورة الهمزة، وهي سورة مكية، ذكر الله جل وعلا فيها صفات سيئة، يحذر من أخلاق سيئة ينبغي للمؤمن أن لا يتخلق بها، يعني يتخلق في الجانب المقابل. يعني ويل لكل همزة لمزة، صفة الهمز واللمز، صفة الجشع والطمع في جمع المال حتى ينسيه ذلك ذكر الدار الآخرة. في المقابل المفترض أن الإنسان يكون مهذبا في لسانه، لا يقول إلا الكلام الطيب أو يصمت كما جاء في الحديث، وأيضا لا يكون طماعا وجشعا في المال حتى ينسيه أمر الآخرة، بل يجب عليه أن يطعم المسكين ويعطي الناس إلى آخر ذلك. سورة الماعون مثلا، وهي سورة مكية، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف وشدة. إذن هذا خلق ذميم. في المقابل المفترض المؤمن يحسن إلى الأيتام ولا يحض على طعام المسكين، هذا خلق ذميم. في المقابل القرآن يبني فيك الخلق الفاضل، وهو أنك تحض على طعام المساكين، تدعو إلى إطعام المساكين، ولو استطعت أن تطعمهم أنت مباشرة بنفسك يعني فهذا حسن. ما تستطيع لا أقل من أنك تحض، تحث، تحفز، تشجع من حولك على إطعام المساكين. هذا بناء أخلاقي عظيم جدا. خذ معي مثلا هذه الآية العجيبة جدا، قل للذين آمنوا، طبعا هذه كانت قبل نزول آية الجهاد اللي يسمونها آية السيف، يعني قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، سامحوهم، غضوا الطرف عما بدر منهم أيام مكة الأولى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، الجزاء سيكون يوم القيامة بينك وبينهم. فالمقصود أن هذه من الأشياء التي ينبغي أن نهتم بها لما نقرأ الآيات المكية، فليس الكلام فقط في التعريف بالله، الدار الآخرة، موضوع مثلا التبتل والعبادة وقيام الليل، لا، أيضا حتى الأخلاق الفاضلة موجودة ومشاهدة في القرآن المكي. الموضوع الأخير ما يتعلق بالموضوعات التي ركز عليها القرآن في مكة، موضوع القصص والأخبار، وبخاصة أخبار الأمم السابقة وما الذي حل بهم. طيب ما الفائدة من ذكر ذلك؟ وهذا كثير جدا في القرآن المكي، يعني قصة آدم بدء الخليقة، وقصته مع إبليس ثم هبوطه من الجنة إلى دار الدنيا، قصة نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، قصص الأمم السابقة، النمرود مثلا، ذي القرنين، وغيرها من القصص الكثيرة التي غالب تلك القصص إنما كانت في القرآن المكي. الله جل وعلا يلخص لنا المقصود الأسمى من ذكر هذه القصص ومن إرادها، فيقول سبحانه في سورة هود بعد أن قص علينا فيها قصصا كثيرة وكلا
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا سلام. إذن هذه القصص مو للتسلية فقط وقضاء الوقت معها، وإنما لأجل أن هذه القصص سبب عظيم في ثبات المؤمن على دين الله جل وعلا، ما نثبت به فؤادك. وجاء مثلها في يوسف وفي غيره أيضا مواطن. المقصود أن إيراد القصص في السور المكية كان لأجل تثبيت أفئدة المؤمنين، ونحن كم نحتاج لذلك في مثل هذه الأزمان إلى يعني إعادة قراءة هذه القصص مرة أخرى وأخذ الادكار والعبرة منها. طيب، يعني هذا أهم ما يمكن أن يقال باختصار وبسرعة عن موضوع يعني الموضوعات التي جاء ذكرها في القرآن المكي. أدلو في الشق الثاني وهو يعني لن نطيل فيه إن شاء الله، موضوعات القرآن المدني. القرآن المدني طبعا بالمناسبة القرآن المدني جاء فيه أيضا ذكر لموضوع مثلا التعريف بالله، موضوع الدار الآخرة، الأخلاق الفاضلة، كله موجود، حتى القصص موجودة أيضا في القرآن المدني، وإن كان ظهور هذه الموضوعات وكثرتها في المكي أكثر. يعني مثلا في القرآن المدني جاء الحديث عن التعريف بالله. إيش المثال؟ عندنا أبرز مثال في هذا الموضوع آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن. آية الكرسي تعريفهم بالله، يعني من أول حرف في الآية إلى آخر حرف فيها كله تعريف بالله جل وعلا. أين جاءت هذه الآية؟ في سورة البقرة المدنية باتفاق أهل العلم. إذن التعريف بالله ما زال مستمرا حتى في القرآن المدني، وهذا يدلك على عظمة هذا الموضوع. موضوع الدار الآخرة مثلا، يعني موضوع الدار الآخرة صحيح أن أكثره كان في القرآن المكي، لكن عدد من الآيات المدنية جاء في ثناياها الحديث عن الآخرة، وهذا من الأشياء العجيبة سبحان الله. يعني أبغاك تتأمل معي شيخ، الآيات التي تكلمت عن الأحكام اللي يسميها العلماء آيات الأحكام، وشوف كيف سبحان الله آيات أحكام فقهية تخاطب العقل البشري، وفي ثنايا هذه الآيات حديث عن الآخرة. شيء معجز والله، شيء مبهر. يعني خذ معي هذا المثال، يقول الله سبحانه في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم. الآن الله يتحدث عن أحكام عشرة النساء، خطاب عقلي، يخاطب الله جل وعلا العقل البشري كيف يعاشر الرجل زوجته. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. ممتاز. طيب إيش بعدها؟ قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واعلموا أنكم ملاقوه، لقاء الله جل وعلا هو مشهد من مشاهد يوم القيامة. تأمل كيف أنه ضمن هذه الآية التي فيها ذكر لأحكام، ضمن فيها حديث عن الآخرة. يعني انتبه أن يغفل قلبك عن الآخرة حتى في هذا السياق، شيء عجيب. يعني خذ مثلا آيات الأموال في سورة البقرة، آيات الأموال، آيات الربا، آيات الصدقات، يعني تقريبا 8 صفحات في آخر سورة البقرة كله حديث عن أحكام المال. يقول الله جل وعلا في ثنايا أو في سياق الحديث عن الربا وأحكام الربا وآية الدين، كذا آية في النص جاية كذا، يعني تقريبا في آخر يعني مقطع من هذه الأحكام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني الآيات تنقلك مباشرة إلى الآخرة. طب الحديث كله عن المال والصدقة والإنفاق والربا، ومن اللي عنده ربا طب ماذا يفعل به؟ هل يتصدق به ولا يبقيه؟ ومحاربة الله لأهل الربا، ثم آيات الدين ومن عنده دين كيف يكتبه. تفصيل عجيب جدا وبديع ورائع ومبهر في موضوع المال وفلسفة الإسلام في موضوع المال، ومع ذلك موضوع الآخرة موجود وحاضر في هذا السياق العجيب. أختم بمثال أخير في هذه النقطة، يعني هذه خليها استطراد يا شيخ حسام، بس إن شاء الله استطراد مفيد. يعني آيات المواريث في سورة النساء، آيات المواريث في سورة النساء، أحكام قسمة التركات،
الزوجة ماذا لها إذا مات زوجها، الابن، البنت، ابن الابن، إلى آخر ذلك. بماذا ختمت هذه الآيات؟ قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نقلة سريعة مباشرة إلى موضوع الجنة والنار، وما أعده الله لأهل الجنة من نعيم، وما أعده الله لأهل النار من عذاب أليم. يعني هذا الاستطراد لأجل ذكر إيش؟ ذكر أن موضوعات القرآن المكي أيضا حاضرة وموجودة حتى في المدينة، وإن كانت بنسبة أقل لكنها موجودة، وحتى أن وجودها بطريقة عجيبة جدا ومبهرة كما ذكرت لك في هذه الأمثلة الثلاثة، مثالاً في البقرة ومثال في سورة النساء، وممكن الإخوة والأخوات يعني يتأملون معي في بقية الآيات المدنية سيجدون مثل هذه الأمثلة. وهذا يعني حقيقة من الأشياء العجيبة في القرآن، أن الله يخاطب فيه العقل والوجدان في آن واحد، وهذا لا يكاد يستطيع عليه بشر، أن تخاطب العقل وتخاطب الوجدان في آن واحد، هذا شيء صعب جدا. الله جل وعلا يعني خاطب العقل والوجدان في مثل هذه السياقات وفي غيرها. أعود فأقول أن من أهم موضوعات القرآن المدني تفصيل الشرائع، العبادات والمعاملات وأحكام الجهاد والأسرة والمواريث والحدود والجنايات إلى آخر ذلك. ويعني أنا لا أريد أن أستطرد في هذا، هذا ليس هو حقيقة، ليس لقاء معرفيا، وإنما يعني تذكير بمثل هذه الموضوعات. أريد أن أقول مما ينبه عليه أن من الأشياء العجيبة أنه في آيات التي تكلمت عن الشرائع وعن الأحكام تجد كثرة كلمة التقوى ومشتقاتها، يتقون، تتقون، لعلكم تتقون، ها أيضا واتقوا الله، يعني هذا واضح جدا تقريبا في آيات الأحكام في سورة البقرة، منذ أن تبدأ من آيات القصاص في السورة إلى أن تختم بآيات الحج ثم آيات الأموال التي في آخر السورة، وكلمة التقوى ومفردة التقوى ومشتقاتها يعني تكاد تجدها في كل آية، في كل آية. يعني مثلا خذ معي في سورة أو في آيات الحج، في آيات الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ثم يختم الله جل وعلا آيات الحج بنفس هذه الوصية، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا كثير أيضا، آيات الصيام، آيات الجهاد، آيات القصاص والجنايات والحدود وإلى غيرها من الأمثلة. من الموضوعات أيضا التي يعني جاء ذكرها في القرآن المدني مخاطبة أهل الكتاب، باعتبار أن معالجة هذا الموضوع مناسب للواقع، باعتبار أن المدينة كان فيها يهود، وأن عدد من النصارى قدم ووفد إلى المدينة، نصارى نجران وغيرهم، فكان مناسبا أن يخاطب الله جل وعلا أهل الكتاب، وأن يكون فيه تضمين لدعوتهم للإسلام وبطلان ما هم عليه من تلك الأديان المحرفة. وأخيرا من الموضوعات التي جاء ذكرها في القرآن المدني: الكشف عن سلوك المنافقين، والحديث عن أوصافهم، بل حتى الحديث عن نفسياتهم. وهذا شيء عجيب، وأظن الدكتور عويض العطوي كان معكم في لقاء ماضي، أنا لم أستمع إليه لكن شفت العنوان، ما أدري هل تطرق لهذا، أن القرآن تحدث حتى عن نفسيات القوم، عن نفسيات الناس. طيب، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، طبعا هذا في المشركين، لكن حتى في المنافقين ستجد عدد من الآيات: لووا رؤوسهم، مثلا لووا رؤوسهم، إيش لووا رؤوسهم؟ يعني لاحظ حديث عن حتى حركاتهم، سكناتهم، الغمزات، اللمز لكم بينهم، الإشارات السريعة، القرآن فضحهم فيها وذكر وخلد ذكر تلك الصفات والنعوت في كتابه العزيز. أيضا كشف القرآن خطط المنافقين، مكرهم، تأمل في أوائل سورة البقرة، تأمل في سورة النساء وقد ذكر الله فيها جملة من صفات المنافقين، تأمل في سورة التوبة التي سميت بسورة الفاضحة والكاشفة
ومنهم 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 حتى خاف بعض الصحابة أن يكون منهم، وسورة المنافقين وغيرها من السور المدنية. يعني هذا الشيخ حسام والإخوة جميعا يعذرونني، لقطات سريعة إن صح التعبير حول هذا الموضوع. الموضوع يعني استحق أكثر من هذا، لكن إن أردت إلا التذكير بمثل هذا الموضوع. أسأل الله جل وعلا أن يكون سببا معينا على فهم معاني كلامه، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا. جميعاً يا دكتور، جميعاً دكتور، أنا أشكرك صراحةً على طرح جميل. أنا انسجمت يعني معك بشكل كبير إلى درجة ما ودنا تنتهي. وصراحةً في عدد من التساؤلات جاتني على الخاص، ومتبقي على المساحة ما يقارب الربع ساعة، فإذا تسمح لي أني أطرحها لك حول ما تفضلت به وتطرقت له. لكن قبل أطرح الأسئلة أحب أشكرك وأشكر الراعي الرسمي لديوانية آيات الماجد للعود، في تغريدة رفعناها فوق يا جماعة ودنا تتفاعلوا معها، وأيضا في استبيان خلال دقائق نرفعه بحيث أنكم تعطونا مقترحاتكم على تطوير المحتوى المقدم من خلال ديوانية آيات. دكتور، السؤال كالتالي، السلام عليكم، جزاك الله كل خير. سؤالي يراودني دائما، بما أن الدكتور علي قال بأن قيام الليل فرض على الصحابة أو فرض على الصحابة إلا قليلا، وذكر أن سورة المزمل نزلت الترتيب الثالث أو الرابع، هذا يدل على أنها نزلت بعد الفاتحة، ويقال البعض أنها أو من البعض يقول أنها نزلت السورة الخامسة في النزول، هل كانت الصلاة دون الفاتحة والتجهد عفوا والتهجد والقيام عبارة عن تجليلات، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بدون فاتحة، هكذا معنى الحديث؟ هذا السؤال مثل ما وصلنا دكتور، إذا عندك تعقيب عليه أكون لك شاكر ومقدر. نعم، سؤال جميل. فيما أعلم لم يرد يعني نص في مثل هذا، لكن من مما يحتمل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم يكررون الآيات التي نزلت، يعني مما نزل وقتئذ الخمسة الآيات الأولى من سورة العلق وسورة المدثر وسورة القلم ثم سورة المزمل، على من يقول بأن المزمل الرابع في الترتيب. فهم إيش؟ يكررون سورة المدثر، سورة القلم، والخمس الآيات الأول من سورة العلق، فيكررونها حتى ينقضي نصف الليل أو أكثره، فهذا يحتمل. يعني أيضا سورة الفاتحة هي أيضا من أوائل ما نزل، لا أعرف يعني ترتيب نزولها الآن، لكن هي تعد من أوائل ما نزل من القرآن، فلا يظن بأنهم كانوا يصلون من غير هذه السورة. لكن المقصود أنه من ناحية عقلية كيف يصلون أكثر الليل وليس عندهم من القرآن إلا شيئا يسيرا، فمما يمكن يجاب عنه أنهم كانوا يكررون ما نزل، والله أعلم. يعطيك العافية دكتور. طبعا في تساؤل على ما أعتقد في بداية المساحة أنت ذكرت جزء من إجابة هذا السؤال، ولذلك أنا أحب أذكر أن هذه مساحة مسجلة إن شاء الله بعد انتهائها تلقوها في صفحتنا على آيات لمدة 30 يوم، وأيضا تلقوها إن شاء الله على قناتنا في اليوتيوب. لكن خليني أطرح السؤال دكتور، كيف أفهم معاني القرآن وأتعايش معه أو أعيش معه؟ عندك تنويه، أنا أذكر أنك تطرقت لهذه الجزئية في البداية، لكن إذا حاب تضيف أو تؤكد على بعض النقاط تفضل. يعني أنا خلينا أنطلق من حيث يعني تكلمنا عنه في هذا اللقاء، كثرة القراءة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، ومحاولة يعني الجمع بين ما أقرأه في السيرة وبين الآيات التي كانت تنزل تتحدث عنهم أو توصيهم بوصايا معينة، الأخبار التي كانت تنزل في ذلك الزمان. يعني هذه من الأشياء التي تعين الإنسان على معايشة القرآن وعلى أن يعني يقرأ القرآن بقلب حاضر، هذا من الوسائل، وإن كان الموضوع أكبر من هذا. نعم، شكرا جزيلا دكتور. في سؤال عن سور القرآن الكريم، هل إذا كانت السورة مدنية يعني ذلك أن جميع آياتها مدنية؟ أيضا العكس إذا كانت مكية هل كل آياتها مكية؟ تفضل دكتور. الأصل أن القرآن، أن السورة إذا كانت مكية فكل آياتها مكية، هذا هو الأصل. ووجد سور مكية وفيها آيات مدنية، ووجد سور مدنية وفيها آيات مكية، وهذا يتصور لأن القرآن لم يكن ينزل جملة واحدة، كانت تنزل اليوم خمس آيات من هذه السورة، ثم بعد شهر تنزل عشر آيات أخرى من هذه السورة،
ثم بعد سنة تنزل ينزل مقطع آخر. يعني سورة البقرة ظلت تنزل 10 سنوات، 10 سنوات وهي تتنزل. فيعني يتخيل هذا أنه فيه سور مكية ولم يكتمل نزولها إلا بعد الهجرة، وفي سور مدنية ما اكتمل نزولها إلا بعد، أو في سور مدنية جاء شيء من آياتها قبل الهجرة، فهذا موجود. من أمثلة ذلك سريعا سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنية باتفاق وفيها آيات مكية قال عنها بعض أهل العلم، يعني وهي قوله سبحانه: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا السياق تقريبا 3 أو 4 آيات. هذه سور، هذه آيات كانت قد نزلت قبل الهجرة، آيات مكية لكنها جاءت في سورة مدنية. نعم جميل جدا. في أحد الأشخاص السفاد يقول: هل يمكن لك دكتور طرح بعض الأمثلة الأخرى على أن القرآن يخاطب العقل والوجدان معا؟ يعني بعض الأمثلة إضافة لما تفضلت به في مساحتنا. إيه نعم شيخ، في آيات الأحكام هذا واضح جدا، في آيات أحكام الأسرة والطلاق والرضاع في سورة البقرة. انظر في ختام الآيات: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. خذ مثلا قوله جل وعلا، هذا واضح مرة، يعني وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب الآن هذا خطاب عقلي يخاطب الله العقل البشري، ماذا يفعل في هذه الحال؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طيب ثم قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعني الآية تحولت سريعا إلى جانب آخر، مخاطبة الوجدان بأن الله عليم بكل شيء وأنه محيط وأنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية إلى آخر ذلك. إن هذا من الأمثلة، وآيات الأحكام كثيرة جدا مثل هذه الفكرة يعني. نعم. مشكور، شكرا جزيلا دكتور. في سؤال قد يكون خارج سياق المساحة ولكن حريص الشخص على سماع إجابة من قبلك. سؤالي: أنا عندي رغبة لحفظ القرآن، هل الأفضل بداية من سورة البقرة أو من جزء عامة؟ هكذا السؤال. يعني تقريبا الأسهل هو البداية من تحت، من سورة، من جزء النبأ، من قصار السور، يعني هذا أسهل وأيسر وهو الأفضل في نظري. الأفضل أن يبدأ من قصار سور المفصل، لأنه يعني به يقرأ في صلواته ويشعر بشيء من الإنجاز كلما تقدم. أما لو بدأ من أول القرآن من البقرة فقد تصصب عليه آيات الأحكام في سورة البقرة وفي سورة النساء، فقد يكون ذلك مظنة لانقطاعه. فأنا أوصيه بأن يبدأ من قصار سور المفصل، والله أعلم. جيد جدا. في تساؤل على ما أعتقد هو ذكر قبل سؤال أو سؤالين، لكن من باب الإنصاف بطرحه مرة ثانية، قد يكون هناك اختلاف أو يعني سوء فهم من قبلي للسؤال. هل هنالك مواضيع مدنية لم تكن من المواضيع المكية؟ إيه، مثل الكلام عن أهل الكتاب والمنافقين، هذه موضوعات مدنية صرفة، لأنه لم يكن هناك في مكة لا يهود ولا نصارى، ولم يكن هنالك منافقون، لأن يعني النفاق إنما بدأ بعد الهجرة، فناسب أن يخاطب الله جل وعلا هذه الفئات يعني في القرآن المدني. وإن كان هناك إشارات، يعني مثلا في سورة العنكبوت، وهي سورة مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، قال الله فيها: ولا تجادلوا أهل الكتاب. فمن يقول بأن السورة مكية كيف يصنع بهذه الآيات التي تكلمت عن أهل الكتاب؟ فقالوا مثلا هذه آيات نزلت بعد الهجرة. لكن عموما يعني هذا الموضوع بالتحديد، موضوع المنافقين وموضوع أهل الكتاب، هي من الموضوعات المدنية التي ناسب ذكرها بعد الهجرة. نعم جزاك الله كل خير. سؤال بالنسبة للسورتين، سورة البقرة وآل عمران، لازم أحفظهم عشان تكون غمامة يوم القيامة ولكم جزيل الشكر، هل هذه معلومة صحيحة أو شيء من يعني هكذا السؤال واصلني؟ يعني في حديث: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا، يعني هل يدخل في معنى القراءة الحفظ؟ لا أعلم، عاد الشيخ ناصر معنا موجود في المساحة، لكن اللي يظهر لي من النص أنه لا يلزم من القراءة معنى الحفظ، لا
لكن من داوم على قراءتها، تفقه في معانيها، عمل بمضمون الموضوعات التي جاءت في هاتين السورتين، يدخل في هذا الفضل. والله أعلم. جزاك الله كل خير. آخر سؤالين دكتور، كيف يحصل الاختلاف بين العلماء في موضع نزول السورة وقد سمعها الصحابة وعلموا أين نزلت ومنهم ابن مسعود؟ هذا السؤال الأول. تفضل. عفوا عفوا، نعيد السؤال. كيف يحصل أو كيف يحدث الاختلاف بين العلماء في موضع نزول السورة وقد سمعها الصحابة وعلموا أين نزلت ومنهم ابن مسعود؟ يعني مما يحتمل في هذا أنه لم يبلغه الحديث مثلا، فحصل خلاف بينهم في ذلك، وما أدري هل هناك يعني أمثلة على ذلك، ما أذكر أمثلة على هذا يعني. نعم. واضح جدا. السؤال الآخر، هل هناك سورة نزلت آياتها خارج مكة والمدينة أو نزل جزء منها في مكة والباقي في المدينة؟ نعم كثير، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه أين نزلت؟ نزلت في عرفات، في حجة الوداع. الآيات التي نزلت في تبوك أو في العودة من تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني جملة من آيات سورة التوبة نزلت عقيب غزوة تبوك. الآيات التي في حنين مثلا، هذه مواقع غير مكة والمدينة. فعلشان نضبط المسألة نقول أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بغير المدينة. نعم. جزاك الله كل خير. متبقي تقريبا 3 دقائق على المساحة. في سؤال جاء الآن ويعتذر عن الاستطراد في طرحه للسؤال، هل هذا النص القرآني يجمع الخطاب العقلي والحسي والوجداني العاطفي؟ قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا خطاب عاطفي. ثم ألم تروا كيف خلق الله سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أسلوب استفهامي عقلي ومعها خطاب حسي كذلك. فآسف إذا أخطأت في نقل السؤال وقراءة الآيات دكتور، لكن ودنا نسمع تعقيبك على جميل تساؤل أخونا الأخير. جميل، كلام جميل وصحيح. والقرآن استدل بالعقل في مواضع كثيرة جدا، على التوحيد وعلى قدرة الخالق على البعث بعد الموت، وعلى يعني مسائل كثيرة. فالاستدلال بالعقل في القرآن واضح وكثير جدا، وهذا يعني ما ذكره السائل الكريم من هذا المثال. نعم صحيح. جميل جدا دكتور. بدأنا تقريبا الساعة 8 أو 28 والآن ما الساعة شاء الله. 9 و28. بلا مبالغة أو مجاملة، استمتعنا دكتور، يعني بجانب أن تعلمت أنا أشياء جديدة وجميعنا إن شاء الله استفاد، وأكيد في شخصيات نتعلم منهم في مساحتنا، لكن هذا هو الشراكة المعرفية والمجتمعية، كيف نكون يد واحدة في نشر الخير والمعرفة. ممتن لك بشكل كبير، وأقدم شكري نيابة عن زملائي في آيات والقائمين على آيات، وأيضا يعني أنقل شكر المستمعين والمستمعات الكرام على ما قدمت لنا اليوم يا دكتور. الله يحفظكم ويرعاكم. أنا حقيقة لي الشرف في مشاركتكم هذه المساحة الطيبة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بإذن الرحمن الرحيم يا دكتور. أنا أحب أذكركم يعني بالاستبيان، دائما اقول لهم يا دكتور انتم شركائنا في اثراء المحتوى وفي نقل المعرفه، ومن ضمن الاشياء اللي دائما نقول انكم تشاركونا فيها في طرح مقترحاتكم عبر الرابط اللي موجود في الاعلى. فصدقا كل مساحه نؤكد على تفاعلكم بنقل مقترحاتكم بقدر المستطاع. وشكرا من القلب للمجد العود وضيف العزيز اليوم الدكتور علي، شرفتنا واسعدنا تواجدك معنا، وإن شاء الله يكون في لنا لقاءات أخرى في مساحات أخرى. أنا ما أدري ليه يطلبوا، يعني البعض طلب يعني أنك نريد تلاوة من الشيخ، فما أدري إيش يعني إذا لك رغبة يا شيخ أو وقتك يسمح، نكون شاكرين ومقدرين يعني. الله يجزاهم خير ويبارك فيكم. عادي كل شيء اليوتيوب يكتبون يعني تطلع التلاوات. طيب نقرأ آخر سورة الشورى. جميل. نختم لأن صراحة هذا كان طلب مكرر عندي في الخاص،
وكنت متردد في طرحه، لكن لما شفت انه تكرر فقلت اطرحه على مضض يعني. فاذا وقتك يسمح شيء جميل نختم مساحتنا بآيات من الذكر الحكيم. وانا اشكر والله كل اللي موجودين، يعني تقريبا يا شيخ ما شاء الله 200 انسان بوقت مستمر متواجدين معنا، والشيخ ناصر طامي يعطيه العافيه، واخوي محمد القروان، كل انسان في البث في المساحه. ودي اذكر اسمكم لكن حنا ممتنين لكم. لك المايك دكتور، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. جزاك الله كل خير دكتور علي، تشرفنا بك، والله يكتب أجرك ويرفع قدرك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات في مساحات أخرى. الأسبوع القادم لا يوجد لدينا مساحة، وبإذن الله تعالى من خلال متابعتكم لحساب آيات فعلوا الجرس بحيث يوصلكم الإشعار في حال أعلننا عن مساحة ونعلن عن ضيفنا. لا تنسوا الاستبيان وتفاعلكم مع الراعي لهذه المساحة الماجد للعود. كان ودنا الشيخ ناصر يكون مشارك معنا لكن الظاهر في خلل تقني موجود عنده في التويتر. على كل حال دكتور علي بن أحمد الزهراني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو مجلس إدارة جمعية ميراث العلمية بجدة، والإنسان المهتم بالتفسير وعلوم القرآن وله فيه أبحاثا محكمة. ممتنين لتواجدك معنا، بإذن الرحمن الرحيم لنا لقاءات أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعناكم الرحمن جميعا.